أخبار المهرية باختصار. الانتقالي يلوح إلى منع دخول المسؤولين الجدد إلى عدن والمناطق الخاضعة لسيطرته. المجلس قال إن المحافظات الجنوبية لن تكون مسرحاً لأي إجراءات غير متفق عليها، في إشارة إلى التعيينات الأخيرة. العشرات من أهالي أرخبيل سقطرى يزيلون حواجز عسكرية أقامتها ميليشيا الانتقالي. الأهالي أكدوا رفضهم لعمليات البسط وتحويل أراضيهم إلى قطع عسكرية تابعة للإمارات. مظاهرة حاشدة في تعز للتنديد بما يرتكبه الحوثيون بحق أبناء منطقة الحيمة. متظاهرون رفعوا رافتات تطالب العالم بإيقاف الانتهاكات وتأييد ضم الحوثيين إلى قائمة الإرهاب. الاتحاد الإسباني لكرة القدم يقرر إيقاف قائد برشلونة ميسي مباراتين على خلفية طرده في نهائي كأس السوبر، ويعد هذا الطرد الأول لميسي إذ لم يسبق له التعرض للطرد منذ مجيئه إلى برشلونة. مدرس أمريكي ينشئ خطاً ساخناً للصراخ بصوت عال من أجل تقليل التوتر. المدرس طور المشروع في سبتمبر الماضي وتم إطلاقه قبل الانتخابات الأمريكية بنوفمبر المنصرم. إلى اللقاء باختصار آخر.